مساء الخير على كل مشاهدين قناة صحة وجمال، كل مشاهدين برنامج آخر الكلام. آخر الكلام النهاردة فيه أحداث كتيرة جدا. مصر النهاردة شعبها ومجلسها ومجلس نوابها اتكلم نيابة عن الشعب. لازم أبتدي كلامي بمجلس النواب بالجلسة التاريخية اللي ممرتش على عصور كتير قوي وما شافهاش أجيال كتير قوي. خليني قبل ما اتكلم في الموضوع اللي هنفهم الناس فيه ويطول شرحه شوية، خليني ارحب بزميلي الكاتب الصحفي ومدير تحرير الجمهورية الأستاذ محمد العزاوي. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء النور ازيك يا إبراهيم، مساء الخير على كل مشاهدينا، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من آخر الكلام. آخر الكلام النهاردة جابوا مجلس النواب، كان آخر الكلام تقريبا. حدث زي ما قلت في البدايه ما عداش على اجيال كتير قوي، ما عاشتش ان مجلس النواب يصدق على قرار ويوافق بالاجماع على قرار ان القوات المسلحه ترسل لحمايه القطر المصري خارجيا وداخليا. متهيألي مهمه قتاليه بره البلاد. مجلس النواب النهارده يا استاذ محمد بيصدق على ده بالإجماع، كان أمر مهم جدا أنه يكون الشغل الشاغل للمواطن المصري، صح؟ هو مجلس النواب، يعني علشان الناس تبقى فاهمة يعني أو المواطن البسيط تبقى فاهم أكتر، مجلس النواب بيمثل كل طوائف المجتمع، وبالتالي اسمه مجلس الشعب، يعني كان مجلس الشعب. مجلس الشعب لما يعمل جلسة زي كده ويتم فيها أخذ الآراء أكتر بالإجماع، 510 نواب بالإجماع صوتوا لتفويض رئيس الجمهورية بأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب وإرسال عناصر من القوات المسلحة لليبيا أو لتأمين الأمن القومي المصري خارج البلاد. هي الفكرة في إنه قرار، كان قرار مجلس النواب إنه إرسال القوات المسلحة. خلينا نزود يعني من الشعر بيتا زي ما قال زميلي محمد العزاوي، انه النهارده مجلس الشعب او مجلس النواب يحمل 510 نائبا بيمثلون كل طوائف المجتمع المصري. لما يكون في قرار للحرب داخل القطر المصري او خارجه، لازم مجلس النواب في الدستور زي ما نص الدستور انه لازم مجلس النواب يتعرض عليه الراي واخذ الراي في كون المهمه القتاليه للقوات المسلحه دي تجوز او لا تجوز ويوافق عليها ولا لا، بشرط انه يوافق عليها تلتين المجلس، يعني يعادل تقريبا 300 وكسور من المفترض ده قانونا. النهارده المجلس بالاجماع بيوافق وانه بيفوض سيد الرئيس بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحه على الدفاع عن القطر المصري داخليا وخارجيا. انا شايف انه فعلا كان يا استاذ محمد الخبر بالنسبه لي كان مفرح. طبعا وهيخلي ناس كتيره قوي تفكر ألف مره قبل ما تيجي تعمل او تاخد اي اجراء، خاصه النهارده كمان الرئيس عمل اتصال هاتفي او ترامب كلم الرئيس عشان يتفق معه على بعض الحاجات وتنسيق دولي، والاتصال الهاتفي ده كان قبله اتصال هاتفي مع ماكرون في فرنسا، ففي تنسيق بين مصر وجميع الدول على المستوى الخارجي في تحديدا في الملف الليبي، والملف الليبي ده محتاج يعني تعامل بحرص شوية، أو بتتعامل بشكل مختلف، تتعامل في شرعية دولية وشرعية شعبية. احنا زي ما شفنا القبائل الليبية كلها جت مصر وطلبت مصر بالتدخل وحمايتهم في حال تدخل أجنبي على بلد، طبعا بنأمن نفسنا. النهاردة خد بالك برضو أنه النهاردة مجلس النواب لما يوافق بالإجماع، وكان من قبله مجلس النواب الليبي، يعني مجلس النواب الليبي كمان كان بيفوض مصر وجيشها في الدفاع والتدخل في الدفاع عن يعني حقوق المواطن الليبي. فالنهاردة مش جديدة، يعني أنه البرلمان ومجلس النواب يوافق على ده، هو بيمثل صوت كل مصري، صوت كل مواطن، كانه بالظبط بينقل للسيد الرئيس صوتنا واحنا بنقول له احنا وراك. الترند بقى الحلو ايه؟ بعد الجلسه مباشره الترند اللي طلع الجيش المصري. ده بيدل ايه؟ بيصب في خانه ايه؟ ان الشعب يساند القياده السياسيه في كل قراراتها، لان شايفين ان ده الصالح
للبلد، وده اللي هيأمن مصر من الناحية الغربية والحدود الغربية، ودي حتة مهمة جدا لمصر في جميع الأحوال والظروف. فأنا اللي شايف أن مصر بتتصرف في حدود الإمكانيات وحدود الظروف الخارجية بشكل ذكي جدا. خليني أقول لك أنه ثقة المواطن المصري في السيد الرئيس، وخاصة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ثقة ما بعدها نظير. يعني بيجني الناس كتير، ده على فكرة الثقة دي بيجني الناس كتير. فكرة غريبة أنه تحس أنه الموضوع مش بس تفويض، فكرة ثقتي في القيادة العسكرية في النطاق ده ملهاش وصف. الثقة دي جت منين بقى؟ الثقة دي جت من الحاجات اللي احنا بنشوفها من يوم وليلة. تلاقي كوبري طلع من يوم وليلة، تلاقي وزير اتمسك علشان بسبب. لا طب خليني ارجع معاك لورا. من يوم وليلة تلاقي مشروع جديد طالع في، يعني الثقة دي اتبنت على مدار 7 سنين. لا خليني ارجع معاك لورا كمان زيادة يا محمد، واقول لك انه فكرة وجود الجيش المصري والعسكري اللي في القوات المسلحة من وقت الثورة بتاعت احداث يناير، انه حاسس المواطن انه ده جاي يحميني، جاي يدافع عني. فحتة الأمان من إن الجيش، حتى الكلمة ما ننساهاش كلها، الجيش والشعب إيد واحدة، الكلمة لحد النهاردة بترن في ودانا. يمكن النهاردة افتكرت الكلمة، فكرة الجيش والشعب إيد واحدة، تحس إنه هو الفكرة داخليا وخارجيا. إحنا مع الجيش جوه وبره، مع الجيش في الدفاع عننا وعن أراضينا وعن حقوقنا بره وجوه. مثال ثقة ما بعدهاش طبعا ثقة بتشمت قوي. بتصير ناس كتيرة جدا، موضوع بيضايقهم قوي، قوى الشر والظلام مضايقهم متخلف قوي، مضايقهم قوي العلاقة الوطيدة بين الجيش المصري وبين الشعب وجيشه. فاللي انا عايز اقوله برضو عشان نقفل الموضوع ده، وكمان يعني انا متأكد ان القرار ده بعد ما اتاخد هيخلي في ناس كتيرة جدا تتراجع عن اي حاجة بتحاول تعملها بدون تفكير او بهبل من بعض المتخلفين. الشماتين كتير، وطول عمري بقول عليهم شماتين، بس فعلا لا صوت يعلو فوق صوت المعركة والحماية للمواطن والقطر المصري. مهما كان اختلافنا ومهما كانت عقائدنا، مفيش مجال للاختلاف دلوقتي. بالظبط، دي نقطة مهمة جدا يا ابراهيم، دي انت جبت كده لب المشكلة. في بقى بعض الناس بقى اللي بتحسب ان دلوقتي وقت معارضة، ان دلوقتي ممكن اطلع بقى واتكلم واقول ان انا ممكن اعارض، اصلا انا شايف ان احنا ما نحاربش، شايف ان احنا دي حاجة بقى هنا مهمة جدا جدا جدا. لازم الاتفاق ووحدة الصف الداخلي مع الدولة في تأميننا، ده تأميننا. هقول لك يا محمد، يعني خليني اقول لك يمكن وصل لنا الفكرة دي ليه. فكرة انه رئيس الجمهورية لما انت شايفه بعينك عمال بيروح ويتفاوض ويحاول يحل ويوسطن الامور، فيبقى النهاردة مجبر على اتجاه بيرسمه الاعداء ليه، فعمره ما هيكون غير انه يفكر يحمي بس، يفكر يدافع عن كل شبر في ارض مصر وعن كل مواطن مصري. وكان ليه السابقة قبل كده لو تفتكر الواقعة والوقائع بتاعت ليبيا والأسرة، كان رد الفعل سريع جدا من القوات المسلحة. يعني يمكن أبهرنا، إحنا اتفاجئنا على 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 غفلة بالموضوع. أحد الشعارات للجيش المصري هي يحمي ولا يهدد. إحنا صح. رسالتنا رسالة السداد، سلام، تحمي ولا تهدد. صح. دي أهم نقطة، خليني دي الوظيفة بتاعت الجيش المصري والمهمة بتاعته. خليني يعني أتنقل سريعا لجزء بيشغل المواطن دلوقتي، وجزء شوية بعيد عن فكرة الجيش المصري اللي عايز أرجع لها دائما وأبدا. خليني أقول أنه الكتير قوي على الصفحة بعتولنا عن الكهرباء وأخبارها إيه وإيه الفواتير الكهرباء ونعرف صحتها منين. فخليني بخصوص هذا الشأن آخد اتصال من الدكتور أيمن حمزة، متحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، تحياتي هدك وتحياتي لجميع مشاهدينك يا فندم. شكرا يا فندم جدا. عندنا أسئلة كتير وهنسهر ونشغل حضرتك معانا النهاردة.
لا على عيني يا فندم، تؤمرني يا فندم. ازيك يا دكتور؟ انا محمد العزاوي، عامل ايه احوالك؟ اهلا محمد بيه، ازي حضرتك؟ عامل الحمد ايه؟ لله تمام، الحمد لله دكتور. منورين الدنيا كلها، نور وربنا يوفقك ويوفق الجيش المصري يا رب ان شاء الله. ان شاء الله دكتور، ان شاء الله. كنا عايزين نستفسر منك كده بعجاله الخطوات للتاكد من صحه فاتوره الكهرباء قبل سدادها، ايه الخطوات بالنسبه للناس المواطن البسيط اللي بيسمعنا دلوقتي، ازاي يعمل الخطوات دي بسهوله؟ هو بص يا محمد بيه، هو طبعا الفاتوره هي بتعكس الاستهلاك المواطن، وفي يعني الاساس بتاعها هو قرايه العداد، بمعنى العداد اللي موجود في البيت اللي هو العداد القديم ده بيبقى فيه قرايه موجوده، بتبقى فيه قرايه سابقه وقرايه حاليه، الفرق ما بينه هو ده بيعكس الاستهلاك. ويمكن برضو من خلال حضراتكم بطمن الناس ان هو دلوقتي حاليا بيتم تصوير العداد علشان يتاكد المواطن ويطمن ان القرايه الصحيحه او القرايه اللي متاخده في الفاتوره دي صحيحه وموثقه بصوره موجوده، ويمكن يرجع لها، ممكن يرجع لها في اي وقت حتى لمده 3 شهور سابقه علشان يطمن ان فعلا الفاتوره دي بتعكس الاستهلاك الحقيقي بتاعه. طيب انا كمواطن اعرف منين ان الفاتوره دي صحيحه؟ بالظبط بي ازاي؟ بي يعني باجراء بسيط جدا، لما بتيجي الفاتوره ببص على القرايه الحاليه اللي موجوده في الايصال تحت خانه القرايه الحاليه، وببص على العداد اللي قدامي. العداد اللي موجود طبعا المفترض ان يكون القرايه اللي موجوده فيه اكبر من القرايه اللي موجوده في العداد. انت قصدك حضرتك يا دكتور ان انا اخصم من القديم للجديد؟ هو ده اللي بيحصل في الفاتوره، بس انا المفروض ان هي ان القرايه اللي اتاخدت الفاتوره ديت قبل ما يجي لي المحصل، بمعنى ان هي اتاخدت من بعض ايام، من عده ايام قبل ما يجي لي المحصل، وبالتالي انا استهلكت بعد ما اتاخدت القرايه اللي حسبت عليها الفاتوره، وبالتالي يبقى منطقي جدا ان يكون القرايه لما يجي لي المحصل بتديني الايصال يبقى في قرايه زياده زادت في العداد. تمام، ده اول اجراء بعمله اتاكد ان القرايه دي صحيحه، تمام. بمعنى ان لازم يكون القرايه اللي موجوده تحت خانه القراءه الحاليه في الايصال تكون اقل من القرايه اللي قدامي في العداد، تمام. اقارن ما بينهم. في الخطوه الحاله الثانيه دي ايه؟ الخطوه الثانيه وديت مهمه جدا، ان انا يعني اتابع استهلاكي، بمعنى علشان ما اجيش في اخر الفاتوره وافاجئ ان الاستهلاك دوت بقى زياده عن الميزانيه بتاعتي او اللي انا يعني مخطط له. قصدك فارشد الاستهلاك؟ يعني هو قبل ما ارشد الاستهلاك طبعا ده مهم جدا، فانما مهم قوي ان انا لما يجي لي الايصال وابص على القرايه الحاليه اللي احنا قلنا عليها ديت، ابدا ابص بقى على القرايه اللي موجوده في العداد واتابعها اسبوعيا كويس، علشان ابقى لما يجي لي الايصال الجديد ابقى عارف ان هو ده فعلا ده بيعكس استهلاكي، او قبل ما يجي حتى الايصال الجديد ابقى متوقع ان الاستهلاك بتاعي هيبقى في الحدود دي، وبالتالي نوصل للنقطه اللي حضرتك اشرت اليها، ان انا ما يعني ارشد الاستهلاك بتاعي، وكمان في نفس الوقت خلي بالي قوي، خلي بالي قوي قوي ان انا ما اعديش 650 كيلو بالنسبه لي. كنت عايز اسالك عشان الشريحه الجديده والاسعار. انا عايز اسالك في الاول، انا اعرف حسابات الكيلو كام والحسابات والشرائح ايه، هل ده موجود مثلا على صفحات معينه لوزاره الكهرباء؟ طبعا هو دوت يعني هو طبعا ده منشور، ممكن اي حد بيخش على النت ويكتب يقول ان الشرائح الجديده والاسعار الجديده وحسابها، لانه النهارده انا عايز انا ممكن اعرف كام كيلو عندي، بس الفكره في ان انا ما اعرفش حسابهم كام. لا هو طبعا هي برضه بنطمن الناس ان حساب الكيلو دوت بيبقى بناء على برمجه في الكمبيوتر ما فيهاش اي تدخل عنصر. انا مش مختلف، انا بس الفكره في ان انا عايز احسبها زي ما انت بتقول لي اعرف الخطوات، فانا عايز احسبها يعني بالمنشور الموجود. سؤالي لحضرتك بقى دكتور، هو دلوقتي انا في حاجتين، اول حاجه كنا قرينا ان في مشاكل في بعض العدادات البريبايد او المدفوعه مسبقا اللي هي بتاعه الكروت المسبقه مدفوعه مسبقا، والحاجه الثانيه لو انا دلوقتي جات لي قرايه غلط، هل انا لازم ادفع الاول
ولا افرض انا دلوقتي لقيت القرايه اللي موجوده زي ما حضرتك بتقول المفروض تبقى اقل من اللي موجود في الفاتوره، لو انا لقيتها اعلى اعمل ايه؟ لا هو احنا عشان بس ما يبقى الكلام واضح، ان لا لازم تكون القرايه اللي موجوده في الايصال هي الاقل، يعني مظبوط اللي موجوده في العداد اكتر. لو انا تمام لقيت اللي موجوده في الايصال اكتر يبقى معنى كده ان القرايه دي مش صحيحه. في تمام الحاله ديت ما تدفعش، اقول اوري الايصال دوت الواقع ده للمحصل واقول له ان هي دي القرايه مش مظبوطه. تتغير ده الاول كان الاول الدفع ادفع الاول بعد كده وبعدين اشتكي، اتظلم. دلوقتي دلوقتي بقى مفيش، ده لا كده. مفيش خالص دلوقتي. طب ده حلو لو الكلام ده. اي شكوى، اي شكوى من اي نوع، من حق المواطن ان هو يقدم بالشكوى بتاعته. يمكن احنا فاتحين اليات كتير جدا واشهرها الخط الساخن 121، ده خط ساخن علشان استقبال الشكاوى كلها. وكمان في تطبيق اسمه شكاوى الفواتير، شكاوى فواتير الكهرباء، اللي هي من خلالها ممكن اصور الايصال واصور العداد لما بيجي لي علشان يبان ان اللي موجود زي ما احنا قلنا اللي موجود القرايه اللي موجوده في الايصال اكبر من موجوده في التطبيق العداد. ده بينزل على الموبايلات لشكاوى الكهرباء؟ اسمه شكاوى فواتير الكهرباء. ده حلو ده قوي الكلام تطبيق ده. بسيط حلو جدا، ده حلو انا ما جدا اعرفش الخبر، خلاله. انا نفسي اول مره اعرف الخبر ده. لا موجود في، موجود بينزل على التليفون، وممكن ان انا بختار الفرع الكهرباء اللي ان انا تابع ليه او شركه الكهرباء اللي تابع ليها وببعته، وبيتم التواصل. وطبعا وفي نفس الوقت في زي ما احنا قلنا الرقم 121 ممكن ماشي برضو ان انا طيب. ابلغ فيه خليني الشكوى يعني بتاعتي. اروح سريعا دلوقتي للفئه اللي برضو كترت زي ما محمد العزاوي اتكلم في ده، فكره الفواتير او العدادات مسبقه الدفع. دي نقطة مهمة جدا. هو طبعا العداد مسبوق الدفع ده فيه مزايا كتيرة جدا، ويمكن اللي احنا قلناه من شوية متابعة الاستهلاك في المسبوق الدفع ده يعني بيسهل لي الموضوع ده بطريقة سهلة جدا. أول حاجة العداد مسبوق الدفع دوت أنا بشحن فيه قيمة معينة، ويمكن دلوقتي بقى فيه تطبيق كمان ممكن أشحن من خلاله العداد وانا قاعد في البيت، مش محتاج لانزل للمنافذ بتاع الدفع الالكتروني اللي طب موجوده ازاي طبعا الكارت نفسه منتشره. هيعرف؟ ده اصبح التطبيق ده من اول شهر 7 اللي احنا فيه، ده بقى تطبيق بينزل على التليفونات المحموله وممكن اشحن بيه. طيب العداد نفسه بقى ايه المزايا اللي فيه؟ لا المزايا الاول اللي معلش فيه ما تاخدنيش في الكلام، النهارده انا شحنت على الابليكيشن، الكارت هيعرف ازاي القيم؟ هو اللي بيحصل، الاجراء اللي بيحصل ايه؟ انا بحط الكارت زي الاجراء المتبع عامه، ان انا قبل ما بشحن بحط الكارت في العداد، وبعدين بشيل الكارت واحط واروح اشحن بيه. كلام دلوقتي مظبوط. مش لازم انا اخد الكارت وانزل بيه، لا احطه جنب ورا التليفون اللي معايا باستخدام في خاصيه اسمها NFC. الخاصيه دي موجوده في الموبايل على طول، هو بيقراها او التليفون المحمول على طول هو بيقرا الكارت ده بعد ما بحطه في العداد. طيب هل الكروت دي حاجة كلها رهيبة، اللي حاجة كويسة موجوده جدا. بتقرا ان اف سي؟ لا، محتاجه ان انا اخد الكارت بتاعي واروح هي مره واحده بس، بروح للفرع الكهرباء اللي تابع ليه بقول له تتفعل. انا عايز اغير حلو فكرة، الكارت موضوع ده حلو قوي، بكارت الموضوع ان رهيب اف سي. جدا. موضوع يعني حاجة يعني أنا مبسوط من الحاجات دي دي، يعني أنا أولا نفسي هستفيد فيها مصداقية، وتاني حاجة فيها سرعة ولا وسهولة على روتينية ولا المواطن، أي شيء. ما يقولش الكهرباء قطعت عليا وما ينام. وفي نفس الوقت هي العداد نفسه مع الطريقة الابليكيشن ده أو التطبيق دوت بيوضح لي حاجة على الموبايل، بأن أنا أقدر أتابع الاستهلاك بتاعي، أعرف فاضل لي قد إيه في الفلوس اللي أنا حطيتها، وصلت لأنهي شريحة، استهلكت كم كيلو، بحيث ان انا ما افاجئش ان في اخر المده المحاسبه، هي طبعا هي بتبدا من اول الشهر لغايه اخر الشهر، وبعدين الشهر الجديد بيبدا يصفر العداد ويبدا من جديد يحسب من اول وجديد. فبالتالي العداد مسبوق الدفع ممكن زي ما احنا قلنا من خلال التطبيق دوت، او ممكن عن طريق العداد نفسه ادوس على في زرار كده بدوس عليه بيبين لي، في شاشات تبين لي انا في اي شريحه زي ما احنا قلنا. التطبيق الاول اسمه ايه يا دكتور؟ التطبيق ده بناء على نوع العداد، في تطبيق اسمه سهل، في تطبيق اسمه ماي فوري، في تطبيق اسمه خالص، على حسب نوع العداد. انا ممكن لو نزلت التطبيقات ديت
بس الاول حاجه مهمه قوي ان انا اخد الكارت بتاعي واغيره من فرع الكهرباء بالكارت اللي بيقرا ان اس سي. انا لو رحت وقلت له انا عايز الكارت اللي هو بيقرا بالتطبيق هيديني الكارت المناسب وهيقول لي ممكن تخش على التطبيق المناسب ليك. التطبيق اللي يبقى الموضوع بسيط. ومن خلاله انا اقدر بقى اعرف بقى زي ما احنا قلنا استهلاكي ومفاجئش بيه في حاجه هو اخر الشهر ان يكون الاستهلاك يكون زياده عن اللي متوقع. تمام. في حاجه عايز اقول لحضرتك عليها بقى، بالنسبه مثلا احنا دلوقتي هنتكلم على في ناس عندها ممارسات بتتعامل بنظام الممارسه، ولو هم عايزين يقننوا وضعهم ده بيبقى ايه الاجراءات اللي المفروض يعملوها يا دكتور؟ خليني اوضح بس حته قانون الوضع ديت. وطبعا هو ما فيش تقنين وضع الا بعد الـ يعني يا اما تقنين وضع الوحده السكنيه او تصالح، اللي هي الاجراءات القانونيه اللي هي المتبعه اللي هي يعني وضحتها الحكومه، سواء ان انا بروح الحي او بمشي في اجراءات الرخصه الخاصه بالعقار نفسه او ان انا امشي في اجراءات التصالح. انما في اجراء الحكومه وافقت عليه ومجلس الوزراء وافق عليه من بدايه السنه للتحول من نظام الممارسه والى نظام معدات اسمه عدات كودي. والنظام الممارسه ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان محضر سير التيار الكهربي اتعمل لي مكان او منشاه او عقار كان واخد الكهرباء بطريقه غير قانونيه، وبالتالي المحضر ده المفروض بيتحول الى النيابه علشان ما يبقاش فيها اجراءات قانونيه وفيها حبس وفيها غرامه كبيره، بيعمل نوع من المصالحه لغايه لما اقنن وضع الوحده السكنيه. فالجزئيه دي هي دي اللي بيطلق عليها الممارسه، بتبقى قيمه تقديريه بتعود طبعا للعنصر البشري اللي بيجي بيقدر الاحمال اللي موجوده. طب خليني اسالك في نفس النطاق كده، اللي بيجي يقدم على عداد كودي هو بيتسموه عداد كودي صح كده؟ مظبوط مظبوط. العداد الكودي ده انت بيفرقش معاك، انت عايز بس تقيم له استهلاكه المظبوط علشان استهلاكه للطاقه يكون مظبوط، وحدته دي فين بقى، مخالفه غير مخالفه مش شأنك. مظبوط. هي بيبقى التحول من نظام الممارسه لنظام العداد الكودي تبقى آليه موجوده تحسب بطريقه دقيقه الاستهلاك. وحاجه تانية مهمه جدا برضو، ان لما بيتم تركيب العداد اللي هو الكودي دوت، طبعا احنا قلنا دوت لا يقنن وضع الوحده السكنيه صح. وده بيبقى بكود برقم مش باسم الشخص، لحين لما بيقنن وضع الوحده السكنيه ويتحول من اسم من بالرقم الى اسم. طيب انا لما بقدم على عداد كودي بيتم توصيل الكهرباء للعقار بتاعي بطريقه فنيه صحيحه، بمعنى ان انا بالطريقه دي بامن التغذيه الكهربائيه الداخليه اللي عندي الشبكه الداخليه، وكمان في نفس الوقت بحافظ على الشبكه الخارجيه اللي هي الواسطه لبقيه المشتركين اللي موجودين على نفس الخط بتاعي. وبالتالي لما بيحصل اي عطل ساعتها ممكن اتصل بالشركه بتيجي تعمل لي الصلح اللي بتحطه في اطار الامان، بتحطه في اطار الامان ما يبقاش مجال اختلال للعمليه كلها، وفي نفس الوقت ما يبقاش برضو معرض ان كل شويه يجي له محضر سرق التيار كهربي. محضر انت بتعفيه من محاضر سرق التيار، كلام مظبوط. وبالتالي يبقى عرضه ليروح للنيابه ويبدا الاجراءات اللي هي الكبيره. وفي نفس الوقت زي ما حضرتك اشرت ما بتبقاش العمليه تقديريه، لا ده في ده عداد هو اللي بيحسب الاستهلاك بتاعه، وبيبقى عداد بالكارت بالميزات اللي احنا قلنا عليها. هو التقديم بتاع تقديم العداد الكودية دوت حتى دلوقتي حاليا بقى الكترونيا من خلال منصه اسمها منصه الموحده لخدمات الكهرباء، ممكن التسجيل فيها مجاني، بيخش المواطن بي تقريبا الخط قطع معانا. حمزه الاتصال وقع تاني. كان عندي سؤال مهم جدا في الاخر، عايز وانا كنت عايز اسوله برضه في حاجات كتير يعني، انا بالكلام بتاعه خلانا نشوف حاجات ما كنتش متخيلها يعني. ممكن بس نحاول معاه تاني، نحاول مع الدكتور ايمن حمزه مره تانية، لانه عندنا اسئله بتتسال لنا لازم نرد بيها على المواطن يعني. يمكن في الجزئيه نفسها انت كان عندك سؤالك كان ايه؟ كنت عايز اقول له شيء خيال يا ناس. لا 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 مش مصدق ان انا اولا انا كل لما اجي كان مثلا في مشكله عندنا في كهرباء لازم تروح ادفع الاول وبعد كده اتكلم وتظلم، انا دلوقتي ما فيش، لا انا مش هدفع، انا دلوقتي استهلاكي كذا
لان عارف ليه بيعملوا كده؟ لان نسبه الخطا زيرو ايرور. صح كده مفيش نسبه خطا. رجع لنا دكتور ايمن حمزه مره تانية، يعني احنا عندنا اسئله كتير قوي بتتسال لنا. اخر سؤال عشان ما نطولش على دكتور ايمن. الاول استاذ محمد عندك اسئله ولا حاجه؟ في سؤال بس عايز اقول لك عليه بالنسبه لمجهودات وزاره الكهرباء يا دكتور، بالنسبه لترشيد الاستهلاك. هو ترشيد الاستهلاك للمواطن وبرضه بالنسبه للدوله، يعني انا شايف دلوقتي كل الشوارع معظمها بقت ليد، بقى في سنسورز، مش هنلاقي بعد كده شوارع النور بتاعها منور الصبح. هل تم يعني تغيير كل نظم الاضاءه في معظم الشوارع؟ هو طبعا في تعاون كبير ما بين وزاره الكهرباء ووزاره الرياده المحليه ووزاره البيئه ووزاره الماليه، يعني في جهات كتير داخله في تغيير العدد اللمبات اللي هي العاديه. انا كنت شاهد على الجلسات دي، حضرتك عارف. كنت شاهد على طبعا في بيتحول الى اللمبات اللي هي ومرصود ليها ميزانيه كبيره علشان تغيير العدادات، تغيير اللمبات تدريجيا لكلها تبقى لمبات ليد. ويمكن كمان في نفس الوقت كنا في يعني حتى شركات التوزيع اللي هي التسعه اللي منتشره على مستوى الجمهوريه برضو يعني برضو بتساعد في يعني نشر التوعيه الخاصه بالجزئيه ديت عن طريق ان هم برضو بيبقى فيها منافذ لبيع العدد اللمبات اللي هي الليد ديت برضو بالتقسيط، بالاضافه طبعا للمنافذ البيع اللي هي الخاصه. يمكن دلوقتي بقت الناس كلها في اقبال وفي بقى في توعيه بالنسبه لل خد بالك المواطن كمان حس بالفرق ما بين اللمبه القديمه ولمبه الليد، وحس بفرق نظام الاضاءه كمان بتاعها والتوفير، وحس براحه العين، حس بامور كتير قوي كان خايف منها بالتاكيد. يعني ما اجي اقول مثلا ان اللمبه اللي كان بيستخدمها اللي هي ال 100 واط دي 100 واط بتدي نفس الاضاءه بتاعتها لمبه الليد اللي هي 9 واط مظبوط، فبالتالي اقل من 10% الاستهلاك بيقل طبعا كتير جدا، حجم رهيب من الاستهلاك بيقل. خليني ما اطولش على دكتور ايمن حمزه، عايز اسالك سؤال مهم اخير بالنسبه لي بيراود فكر الناس. العدادات الكوديه او العدادات مسبوقه الدفع اللي هي الكارت، والعدادات القديمة اللي موجودة في البيوت اللي تربينا عليها، في خطة؟ أنا أعرف إن في خطة لتغيير العدادات دي وقلب النظام كاملا لعدادات مسبقة الدفع أو إلكترونية، كلام مظبوط؟ إمتى ستنتهي الخطة ويتم التغيير؟ إحنا بالفعل إحنا بدأنا من فترة طويلة، ويعني وصلنا دلوقتي تركيب حوالي تقريبا ما يقرب من 9.5 مليون عداد مسبوق الدفع، يعني المتبقي حوالي في حدود 27 او 28 مليون عداد اللي هو العداد التقليدي. في خطه، هو طبعا احنا بنتم لا 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 انا عايز لا معلش بالراحه 9 ونص قول 10 و27 يعني انت عايز تقول لي ان مصر مثلا فيها حوالي ما يقارب من 40 مليون وحده عداد تقريبا مشترك تقريبا، يعني او صح كده مشترك في الحدود دي مظبوط. يعني طبعا كل مدى بيزيد طبعا المشتركين، وفي بيبقى زياده في الطلب على الطاقه. وبالتالي الجديد اصلا اللي بيتم تركيبه هو بيركب كودي، فانت بتتكلم ان عندك قديم لسه متبقي 27 مليون. خلينا بس نحدد المصطلحات، مش كودي، عداد مسبوق الدفع. مسبوق الدفع الكلام مظبوط صح، اللي هو الكودي ده اللي هو المناطق او المباني اللي هي المخالف او العشوائي. انما مسبوق الدفع ده ده زي ما حضرتك اشرت كده، ان احنا لما بنحط خطه يمكن كان من يعني كان قريبا كان في اجتماع مع الوزير مع الشركات المورده، والحمد لله يمكن كلها شركات مصريه، ويعني بقت الحمد لله بقى ليها باع كبير جدا وخبره كبيره. يعني بيتم تصنيع العداد يعني مسبوق الدفع ده بيتم تصنيعه في مصر؟ طبعا الحمد لله. احنا يمكن كان من فتره كان في شركه الصينيه كانت تقدمت، كانت للوزاره والوزير، كانت مقدمه حوالي 10 مليون عداد يتم تركيبه. وبعدين كان معاه الوزير كان او الحكومه كلها طبعا مهتميه جدا جدا بتشجيع التصنيع المحلي، صح؟ وعشان كده
يعني يعني تم ال يعني ما يعني ما تمش وافقه على الموضوع دوت، وقلنا لا احنا يبقى شركة مصرية اللي بتصنع العداد للمواطن المصري. وعايز اقول لحضرتك ان فعلا الخبره المصريه القادره على يعني يعني الاحتكاك بالخبره الخبرات الاجنبيه وبتبرع، وفي نفس الوقت بقى على المستوى حتى الاقليمي وتتفوق عليه. مظبوط، واصبح ان هو دلوقتي الشركات المصريه بقت تصدر للعدادات سواء عدادات ذكيه او عدادات مسبوقه للدفع. وزي ما حضرتك اشرت ان احنا في فعلا خطه علشان نحاول نسرع من عمليه الاحلال للعدادات القديمه بالعدادات اللي هي مسبوقه الدفع. طيب. وهي سنويا هي بتتم سنويا، ولكن يعني احنا بنحاول ان احنا نسرع شويه من عمليه الاحلال دي علشان يبقى زي ما احنا قلنا المميزات للعدادات المسبوقه الدفع افضل بكتير من العدادات اللي هي. طب انا عايز اسالك في نفس الجزئيه، الخطه دي مثلا قلنا هتنتهي مثلا في خلال كام سنه؟ يعني احنا يعني ممكن لو خلال 5 6 سنين يبقى عملنا يعني طفرة عملنا انجاز كويس جدا. عايز اقول لك على حاجه يا دكتور، يعني وانا بتكلم مع حضرتك بفتكر قبل 30 يونيو لما كانت الكهرباء بتقطع، لما كنا نقعد بنموت من الحر ومش عارفين نعمل اي حاجه، مفيش اي حاجه. يعني احنا دلوقتي شايفين الفرق، شايفين كنا فين وبقينا فين. لو احنا بنتكلم عن الكهرباء هنقعد ساعات وساعات وساعات نتكلم على الانجازات بصراحه اللي انتوا عملتوها في الاخر. ويعني انا كنت عايز اتكلم في نقطه قبل ما نختم مع حضرتك، بالنسبه لمشروع بنبان اللي في اسوان والطاقه الشمسيه، وده اكبر مشروع طاقه شمسيه في العالم صح زي ما انا قريت والناس كلها قريت. هو حاصل على جائزه التميز الاولى من البنك الدولي على مستوى العالم لمدة المشروعات اللي تم تمويلها، ويمكن هو يعني مش الاولى عالميا دلوقتي، لان طبعا هو في يعني المزارع شمسيه او محطات شمسيه في الصين تقريبا يعني زادت سنه صغيره. احنا بنتكلم على اللي تم الانتهاء منه، في جزء لسه متبقي، اراضي لسه متبقيه في بنبان برضو ان شاء الله لما تنتهي ممكن نبقى فعلا تبقى على الاولى على مستوى العالم، انما هي تعتبر واخده التميز العالمي، وهي يمكن اكثر ما يميزها ان هي حوالي 1465 ميجا وات، الاولى على مستوى افريقيا والشرق الاوسط، ويعني لما تستكمل ان شاء الله الاراضي اللي هي متبقيه باذن الله تبقى الاولى على العالم، ولكن هي يعتبر يعني استثمار مهم بحوالي 2 مليار دولار للشركات الخاصة، وفي نفس الوقت لدخول للطاقة المتجددة بدرجة كبيرة جدا جدا في مصر، وتحقيق للرؤية والتخطيط المصري لأن تكون الاعتماد على الطاقة المتجددة تبقى بنسبة تتزايد. يمكن في خطة موضوعة أن هي لغاية 2035 تكون نسبة المشاركة الطاقات المتجددة سواء شمس أو رياح أو طبعا كهرومائي دي توصل لحوالي ممكن تصل إلى 42%، ممكن تتخطى كمان 42% حاليا في دراسات علشان تزيد هذه النسبة. يمكن إن شاء الله بنهاية يعني 2022 تكون النسبة دي وصلت لحوالي 20%، يمكن نوصل لها قبل كمان 2022 باذن الله ان شاء الله. ويعني العالم كله بينظر لنا بمنتهى الاحترام والتقدير للطفره الكبيره، مش بس في الطاقه بصفه عامه، لا كمان في الطاقه المتجدده بصفه خاصه. بالظبط، احنا حاسينها وشايفينها وبشكر حضرتك على. اكتب معاك بس بجزئيه كده يا دكتور ايمن، كان في خبر بيقول انه الترشيد الاستهلاك بيوصلك للدعم، فكره الدعم وانه يبقى في دعم للمواطن من ترشيده للاستهلاك، دي اللي عايز افهمها قبل ما اقفل معاك. هو طبعا بالاسعار الجديده خليني اوضح للناس ان عندنا في نقطتين مهمين جدا. النقطه عند 650 كيلو، استهلاك 650 كيلو في الشهر، اكتر من 650 كيلو ببقى بطلع بره الدعم، بمعنى انا بتحاسب بكل كيلو استهلكته بالكيلو الواحد 118 قرش. كويس؟ يعني انا بطلع بره الدعم،
ما بزيدش بدفع التكلفه الحقيقيه اللي هي بتاعه الكيلو وات. استهلاك الكهرباء العادي خالص بدفعه لحد 650 كيلو. ده ممكن بيتمتع بالدعم اكتر سعر من التكلفه بتحاسبه بسعر التكلفه. لو انا عديت ال 1000 كيلو، لو عديت ال 1000 كيلو في الحاله ديت بيتحاسب الكيلو بتاعه 145 قرش، يعني بيزيد بيطلع بره الدعم وبيزيد السعر التكلفه بتاعه اكتر شويه عن او سعر البيع اكتر من التكلفه بتاعته، علشان بيحصل نوع من زي ما احنا قلنا قبل كده دعم تبادلي، يعني الكثيف الاستهلاك بيدعم اللي هي الايه القليل الاستهلاك او الجزئيه مهمه. يعني نحاول نخلي المواطنين يستهلكوا 650 كيلو في الشهر. فبالتالي انا المهم قوي اللي احنا قلناه في اول لقاء اللي هو متابعه الاستهلاك علشان ما عديش الدعم، لان لو انا عديت 650 كيلو بتفرق في الشريحه بتفرق حوالي 150 جنيه. مظبوط، ده لوحدهم بره الشريحه اصلا بره الحسابات. يعني تفرق 150 جنيه، لو انا عديت ال 1000 تفرق في حدود 300 جنيه تقريبا. فبالتالي يبقى مهم قوي ان ناخد بالي. طبعا هي العدد مش كبير اللي هم اللي بيعدوا ال 650 او ال 1000 كيلو، ولكنها مهم قوي ان انا اتابع الاستهلاك بتاعي، لان طبعا كل ما زاد الاستهلاك كل ما قل الدعم اللي انا بستفيد بيه. مهم قوي ان انا اخد بالي من الاجهزه اللي عندي اللي بتستهلك كهرباء، ويمكن لو انا تتبعت الاستهلاك بتاعي هعرف بالظبط ان والله في اجهزه اللي بتسخن. خد بالك الفتره الاخيره دكتور ايمن، يعني المقاطعه الفتره الاخيره المواطن ابتدى يفهم ان الكاتل والسخان والتكييف هي والمكوى الامور دي هي اللي بتعلي الفواتير، وابتدى يعني والادخار اللي يتريث شويه في التعامل معاه الاستهلاك بتاعها. هو احنا بنقول ان احنا نستخدم الكهرباء في فيما يعود عليا بالنفع بدون زياده، بمعنى ان انا لو انا بستخدم زي ما حضرتك اشرت الكاتل بتاع الشاي وغليت الميه ديت استخدمها على قد الاحتياج بتاعي، مثلا كوبايه او كوبايتين مفيش داعي املاه، وبعد كده هو يبقى انا محتاج كميه اقل، يبقى انا استهلكت كهرباء مش صح. يعني مش في مكانها يعني صح. بالاضافه الى لو انا اجهزه كهربيه استخدمتها ومش ما خلاص مش عايزها اشيل الفيشه بتاعتها، مفيش داعي ان انا استخدم الريموت ده برضو لما بطفي من الجهاز او اسيب الفيشه في الكهرباء مصدر الكهرباء برضه ده بيستهلك كهرباء. الحاجات اللي هي السخان الكهربي مفيش داعي ان انا اسيبه في الفيشه يفضل يسخن ويبرد ويسخن ويبرد، لا وان انا قبل الاستخدام بتاعه بنص ساعه اشغله هيوصل لي درجه الحراره. انا محتاج حد يا دكتور من وزاره الكهرباء يقعد عندنا في البيت انا عشان انا تعبان من الموضوع ده والله. انا بقيت الف في الشقه والله العظيم يا دكتور، بقيت لف في الشقه اطفي الانوار واشيل الفيش. احنا عايزين يا دكتور عايز اقول على حاجه يا دكتور، في على الموقع بتاع الوزاره تيبس مثلا معينه ارشادات معينه لترشيد الاستهلاك دي للناس وللمواطن البسيط توصل لهم بسهوله. هو بص يا فندم، هو دلوقتي الناس كلها لما بتخش على النت وتكتب بس ترشيد الاستهلاك هيطلع لها حاجات كتير جدا، وهيطلع لها المتحدث الرسمي هو بيشرح لهم ازاي وحاجات كده يعني. احنا بنشكرك يعني على عندنا دكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزير الكهرباء والطاقه. بشكرك. عايز اقول لحضرتك حاجه، عايز اقول لحضرتك حاجه يا دكتور، انا بشكرك على تعاونك دايما مع الاعلام، مفتوح دايما معانا في اي وقت، افيلبل 24 ساعه في 24 ساعه. شكرا لحضراتكم ان انتم بتوصلوا الرساله الصحيحه والمعلومات الصحيحه اللي بتفيد الناس، وبالمصادر دي مهمه جدا، المصادر المسؤوله بتاعتها علشان المعلومات المغلوطه ما توصلش وتبقى الموضوع مش حقيقي. وطبعا شكرا لحضراتكم جدا جدا يعني. شكرا. كلام مهم جدا، كلام مهم. احنا تعبانين قوي في البيت الموضوع. انا بقول لك كهرباء في البيت بس ده ترشيد الاستهلاك. هو ده في البيت والله العظيم. اسمع بس يا محمد، انا تعبت من الموضوع ده. خليني اروح للفقرات. خليني بقى بس بيقولوا لنا في الكنترول معانا تليفون الاول، مين معانا على التليفون؟ قول لنا كده يا استاذ وليد. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله. على فكره والله فرصه سعيده ان نسمع كلام الدكتور ايمن صراحه النهارده على قناه الصحه بجد بجد بجد. احنا بنشكرك، مش تعرفنا الاول بيك انت الاول، يعني قالوا لنا انه انت قاعد ومصمم تقعد على الاتصال من اول الحلقه. بس احمد الجيزه يا باشا، اهلا وسهلا يا احمد. الله يكرمك. عندك مشكله او عندك طلب؟
لا انا عندي طلب صواب من كده والله، معلش دكتور ايمن يا ريت يخلي باله منه بجد. اتفضل. ايه هو بالنسبه للممارسات حضرتك بتتكلم عليها، الممارسه؟ ايوه ممارسات. ايوه تمام. أيوة. الممارسه اه حضرتك المفروض ينزل عداد كارت فعلا، بس ينزل بالتقسيط للمواطن دلوقتي اللي تعبان في العشوائيات ده. طيب انا اقول لك على حاجه، العداد بينزل وبينزل بالتقسيط بالظبط. هو ده النظام اساسا، لان النظام اساسا بالتقسيط، يعني هو اصلا كل حاجه بتتعامل مع الدوله. بس عشان اوصل لك حاجه يا استاذ احمد، كل حاجه حتى المخالفات التصالح في البناء هتبقى بالتقسيط، يعني كل حاجه الدوله بتراعي المواطن قبل اي حاجه. بشكرك يا ايمن اتصالك. بفكر الناس انه في فقرات عندنا كتير جدا، في شكاوى واستغاثات، في فقرات الترندات والاخبار المهمه. بس خليني يعني ادخل في الاخبار اللي شغله المواطن المصري شويه، وال فترة مهمة يعني، فترة فيها استثنائية خارجيا شوية. مش يعني هي استثنائية، فترة استثنائية فعلا في تاريخ مصر اظن. منه موضوع سد النهضة، ايه اللي بيدور، ايه اللي في الاحداث، ايه اللي في النطاق، هل لينا رد، هل اثيوبيا اتكلمت، هل السودان اتكلمت، اخبار يعني كتير شوية في النطاق كان لازم اتعرض ليها. كان منهم خبر من رويترز قالت الصيادون في كينيا يشكون تناقص الأسماك بسبب سد النهضة الأثيوبي، إنه هم ليهم نهر أو الممر بتاعهم وراء أثيوبيا، وكان النهر اللي بيداخل على اللي بيروي السد تناقص شوية بسبب وجود سد النهضة. مش بيروي السد، بيروي البحيرة. البحيرة اللي موجودة. يعني في نهر اسمه أومو بيروي بحيرة، البحيرة دي بيشتغل عليها صيادين في كينيا كتير، و شاهدوا التضرر من نقص الميه ونقص السمك بسبب مره واحده كده. ايه السبب؟ خليني اقول ان الفتره مش احنا اللي بنقول تضارب. اللي انا عايز اقوله يا ابراهيم، مش احنا اللي بنقول، احنا اللي بنقوله دلوقتي رويترز اللي بتقول. رويترز اللي للناس بتتفرج علينا وبتسمعنا من اهم وكالات الانباء اللي بتدي اي معلومات ويبقى ليها مصداقيه، بتبقى متحريه من المصادر. كمان السودان بتقول في خروج عدد من محطات المياه عن الخدمه بسبب تراجع منسوب النيل. في اخبار كتير قوي متضاربه. أظن أن كمان في يعني عدم موضوعية ووضوح رؤية من الجانب الأثيوبي، إنما أكيد السياسة والقيادة السياسية المصرية هتعرف تتعامل يعني مع الموضوع بحنكة، ماسكة الملف بالكامل. شالت هموم كتير في فترة زمنية قصيرة، إرهاب، صراعات داخلية خارجية، اقتصاد، في أمور كتير كتير قوي. إنما نثق في القيادة السياسية، في وزير الري المصري، في وزير الخارجية المصري، فوقهم السيد الرئيس اللي بيدير الملفات بحنكة قوي. ملفات صعبة ومهمة في فترة يعني محتاجة فيها ان احنا كلنا نقف ورا القيادة السياسية في فترة. خلينا نروح سريعا اخبار كورونا. ايه الجديد في كورونا؟ الكورونا دلوقتي في لقاح يعني تبع جامعة أكسفورد في إنجلترا، خلاص إن اللقاح ده يعني في نهاية التجارب السريرية بتاعته. الصحة دلوقتي إحنا لو لاحظنا الأرقام بدأت تقل لعدة أسباب، منها الوعي بتاعنا. وعي بقينا بنركز دلوقتي، تدخل يقول لك الكمامة الأول، خلاص أنت دلوقتي بقى عندك الأول، أنا عايز أدخل، أنا مش عارف رايح فين دلوقتي، أدخل بالكمامة. الحاجات دي والتباعد الاجتماعي، كل واحد كان يسلم على واحد يبوسه والكلام ده. يا محمد انا دايما بقول سلوكياته اتغيرت، رب ضاره النافعه. كان دايما من اول ظهور الكورونا بقول رب ضاره النافعه، في امور كتير في التعامل المواطن اجباره عليها سلوكيا خلتها هي الطريق السوي، وهي كانت في الاصل احنا كانت عادات سيئه مننا. بس هنا بقى ابراهيم عايز اقول لك على حاجه، وهو ده الخبر احنا عايزين نقوله. الاعداد قلت ليه؟ لان سلوكياتنا اتغيرت، احنا عايزين نحافظ على السلوكيات دي خوفا من الموجه الثانيه. اوروبا دلوقتي بقت خايفه من الموجه الثانيه. اشاعات بقول لك يا محمد، خلينا نخرج بره نطاق لازم نوعي الناس ان احنا نحافظ على التيبس والحاجات اللي احنا عملناها، الارشادات الصحيه السليمه. دايما الرئيس كان بيراهن على المواطن المصري، واظن الحمد لله انه كسب الرهان والامور ابتدت تهدى شويه. في خبر كان بيضايقني جدا جدا، وهي ظاهرة أنا شايفها الفترة الأخيرة مأثرة كتير قوي علينا وشايفينها بعينينا، طيارات الورق. ابتدى الموضوع يدخل في نطاق العشوائية شوية. كل يوم بنسمع عن حالة وطفل وقع من بلكونة، وقع من فوق كوبري، وقع ابتديت دلوقتي
بعد ما كانت ظاهرة بتخليني أقول إن الشاب أو الطفل بيخرج طاقته بطريقة إيجابية شوية، ابتديت أخاف، ابتديت أخاف عليه شوية، وابتديت أقلق لأنه الموضوع ابتدى يتزايد شوية. مش لاقي له تفسير بصراحة، أنا مش لاقي له تفسير، يعني حاجة يعني بتدعو للاندهاش. يعني مرة واحدة كده لقينا وأنت ماشي، وأنا ماشي بالليل مثلا، أنت عارف أوقات الحظر إبراهيم، بتمشي بالليل الساعة 2 تلاقي الكباري كلها شباب صغير وعمال طيارات وداخل في وسط الشارع ولا همه أي حاجة. يعني أنا مش لاقي لها سبب بصراحة. أنا يعني أنا محبب. عايز أبتدي بحملة في الموضوع ده وأتكلم إنه نهدى شوية في موضوع طيارات، يعني يكون عندنا حرص شوية في التعامل واحنا واقفين على كوبري واحنا واقفين في البلكونه او على السطح. الحادثه الاخيره ابراهيم بتاعه الطفل اللي هو توفى في امبابه ده، ان يعني بتخلي الواحد يحزن، عنده 13 سنه وبيلعب مع صاحبه مره واحده مش شايف اللي وراه فراح واقع من السوق. يعني عارف لما تيجي تتخيل ان ممكن ده يحصل لاي حد، ابنك اخوك، يعني يعني حتى لو احنا عايزين نعمل عايزين يا اخي طياره وطياره ورق، احنا ضد بس تلعبوا في اماكن امنه، يعني في اماكن محدده لازم يكون شويه مقنن. مش بعيد عن التقنين، انها هي فكره في الاخر، فكره هوايه، انما تقدر تمارسها في ساحه، مش لازم على سطح العماره او على فوق كوبري او فوق كوبري او من البلكونه. تقدر تفرغ طاقتك بطريقه مختلفه شويه او امنه اكتر من كده. خلينا نروح للخبر او مش يعني بلاش اقول خبر، هو حاجه ضايقتني شويه، موضوع الحمير. سمعت انت عن موضوع الحمير؟ فطاطري شهير. فطاطري يعني انا بصراحه يعني مش قادر افهم، يعني لحم حمير وفطاطري شهير، يعني حبس 3 سنوات لفطاطري شهير بحلوان لاستخدامه لحوم الحمير في صناعه الحواوشي. يعني حاجه يعني، وده كويس على فكره جسمات المستهلك ان احنا ناخد بالنا من الحاجات دي في وسط والله ده القرف اللي احنا فيه ده، برضو جهاز حمايه المستهلك صاحي وواضح. ده دور الجهات الرقابيه شويه في مصر طبعًا. هي اللي بتحط ايديها على المواضيع دي. خليني افرح شويه وادي بسمه امل للمواطن المصري. صرف المرتبات اعتبارا من النهارده، من يوم الاثنين النهارده كان بدايه صرف المرتبات للعاملين بالدوله قبل الاعياد، وعلشان اللي عندهم احتياجات وعندهم امور كتير. النهارده يعني ابتدت الدولة بمؤسساتها تصرف الرواتب إلى آخر الشهر تقريبا، صح كده يا محمد؟ صح مظبوط. أنا عايز أقول على خبر تاني عشان نلحق نتكلم في حاجات كتيرة. خبر شدني جدا، وزارة التعاون الدولي اللي هي دكتورة رانيا المشاط قابلت وفد من بنك الاستثمار الأوروبي وبيتكلم على إن تم توفير حوالي 2 مليار يورو لدعم مشروعات جديدة في مصر. مشروعات جديدة هتبقى في مترو الأنفاق، مشروعات الصغيرة والمتوسطة، حاجة تدعو عارف للأمل. الدولة شغالة، خليني أقول لك الدولة شغالة، مؤسساتها شغالة، كل الوزارات شغالة، يعني على قدم وساق. واثق 100% أن المؤسسات كلها ما بتنامش. السيد الرئيس واخدينه قدوة، كل الوزراء واخدينه قدوة، شايفينه هو نفسه ما بينامش على كل المجالات، فبالتالي تحس أن هم شغالين في العجلة والعجلة دايرة. فقرات عندنا كتير، فقرة الشكاوي في عندي للرجال فقط، في عندي لغة حواري للأسرة المصرية والبيت المصري والست المصرية، أمور كتير، إنما النهاردة الوقت كان ضيق للأسف عندنا، مع في ظل وجود الأخبار الكتير والمشاحنات الخارجية للقطر المصري وظروف تبقى خارجة عن الشيلة الكبيرة. الشيلة الكبيرة اللي شايلها غصب عنك القيادة السياسية والجيش المصري خلتني أخرج برا الإطار شوية وخليني موضوعي اكتر، خليني موضوعي في التعامل مع الاحداث على قدر حجمها. انما بعتذر لكل المتصلين وكل المشاهدين اللي ما لحقناش نرد عليهم بسبب المداخله او بسبب المواضيع اللي هي شويه شغله الراي العام. انما بقول لكل المشاهدين هتبقوا معنا وهنرجع نتقابل، واكيد كل اللي ما صادفناش احنا الحظ في ان احنا نرد عليه اكيد احنا هنرجع نكلمه ونتواصل معاه. شكاوى الناس ومسؤوليات الناس هي شغلنا الشاغل، وهي همنا وهي اكبر همنا. بنعتبر نفسنا اداة وصل، يعني وحلقة وصل ما بين المواطن والمسؤول،
باذن الله ربنا يعيننا على ده. الحلقه جريت بسرعه، انما ميعادنا يوم الخميس الجاي نفس الميعاد من 12 لواحدة صباحا. نتكلم في حاجات تانية كتير، احداث كتير هنتكلم فيها. خطابي للست المصريه وللراجل المصري لم ينتهي بعد. اراكم في حلقه جايه باذن الله مع زميلي العزيز محمد العزاوي الكاتب والصحفي ومدير تحرير الجمهوريه. اراكم الاسبوع الجاي والسلام عليكم. بشكركم وان شاء الله نتقابل الحلقه اللي جايه. واهم حاجه عايز بس اكد عليها، احنا بنقف وبنساند القاده السياسيه في المرحله اللي جايه، وان شاء الله هنعدي الازمه دي ومصر هتبقى اقوى واقوى ومن تقدم لتقدم. تصبحوا على خير.